مراد الهراني كاتب عن الفرع الجامعي تاع الثانوي بباجة. بطبيعة الحال اليوم مجريات مؤتمر نقابة الأساسية للتعليم الثانوي بباجة المدينة. بطبيعة الحال المؤتمر هذا هو مؤتمر عادي يأتي في إطار أو في سياق نهاية العهدة بالنسبة للنقابة الأساسية الحالية، وباعتبار بطبيعة الحال حجم الملفات المطروحة على القطاع وعلى الجهة ارتأينا أن نعقد هذا المؤتمر رغم دقة المرحلة والظرفية، لأنه مشاغل القطاع تبقى أولوية. على هذا الأساس إذا عقدنا مؤتمرنا، ومؤتمرنا بطبيعة الحال ما هوش استثناء باعتبار أنه ثمة مؤتمرات قاعدة تصير في جهات أخرى ونتائجها تنشر. إذا ثم في جهة المستير، فما في جهة القصرين، في جهة سيدي بوزيد، فما إذا أعتقد في برج العامري منوبة، وبالتالي إذا ارتأينا أنه ينجز هذا المؤتمر قبل موفى سنة دراسية باعتبار حجم الملفات التي ستوكل للنقابة الأساسية من حركة النقل الأساسي، وهو ملف إذا وازن، إلى جملة الإشكاليات الأخرى منها إذا استعدادات العودة المدرسية القادمة، منها حتى استحقاقات تخص الاتحاد العام التونسي للشغل. أعتقد أنه ثمة مجلس وطني في بداية سبتمبر، والمجلس الوطني تحضر النقابة الأساسية، وحتى لا نحرم جهة باجة من حضور المجلس الوطني وربما حتى مؤتمر استثنائي يكون بعد ذلك. حضورنا وتمثيليتنا لقطاعنا ضرورية، وتمثيليتنا لجهتنا أيضا استحقاق لا يمكن أن نتركه. سمعنا أن اتحاد الشغل أصدر بيان ويعني منع عقد المؤتمرات اليوم، المؤتمر بتاعكم يعني أمره يعني هو في واقع الأمر نحن لم تستشرنا لا جمعتنا العامة في هذا السياق، شفتوه البيان اللي ولم نعلم، لم يتم إعلامنا لا من الاتحاد الجهوي ولا من أي جهة كانت بهذا البلاغ. وأعتقد حتى البلاغ في حد ذاته ليس إلزاميا إذا لم يكن هناك تأثير على مجريات العملية الانتخابية، والعملية الانتخابية في هذا المؤتمر صارت بشكل طبيعي، بل كان الحضور مميز للزملاء الأساتذة، وكان المؤتمر انتخابيا، وهذا إذا يلغي تقريبا يعني أي مسوغ آخر لتأجيل أو إلغاء إذا إنجاز المؤتمر. نتائجه بالطبيعة باش تكون يعني محسومة، ونتائجه باش تكون يعني حتى الأشخاص باش ينتخبوا باش يتم أكيد العملية الانتخابية صارت، وزملائنا إذا أدلوا بدلهم في هذا الأمر، وعملية الفرز ستفرز وصندوق سيفرز التشكيلة اللي بالمناسبة لا إشكالة. إذا مؤتمر عادي جدا، والعملية الانتخابية تمت إذا بسلاسة وفي مستوى عالي جدا من المسؤولية بالنسبة للزملاء، وحتى أعتقد بالنسبة للمشرفين على إنجاز هذا المؤتمر. يبقى إذا في نهاية الأمر مؤتمرنا مؤتمر عادي، وتمنيتنا للتشكيلة اللي باش يفرزها المؤتمر أنها تكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى الواجب الموكول لها في علاقة بقطاعنا وبمنظمتنا.